أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات، ذكر العلامة الفقيه الحنبلي مرعي بن يوسف الكربي المقدسي في معرض دفاعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وصد عدوان شأنه ورد على الاتهامات والأباطيل التي رمي بها هذا الإمام الهمام، فقال رحمه الله تعالى في كتابه الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله تعالى: فانظر إلى ما يقع من سفهاء الأنام ورعاء اللئام وغوغاء العوام، وإلى من يظن أنه من البشر وهو من بهيمة الأنعام، وهو على حد قول الأعشار كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيبين هذا الإمام عليه رحمة الله المتوفى سنة 33 عن أمر واقع ليس له فيما معايش الناس اليوم من دافع، يبين وهو بصدد الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فيقرر هذه الحقيقة أن هذه الاتهامات والأباطيل ما تصدر كما قال هذا العلامة الفقيه الحنبلي، قال: ما فانظر إلى ما يقع من سفهاء الأنام ورعاء اللئام وغوغاء العوام. كأنه يقول أن هذه الأباطيل وهذه الاتهامات لا تصدر إلا من سفيه ولئيم أو من غوغاء الناس. والسفيه أيها الأحبة الكرام هو الذي من في خفة في عقله خفة، ومن لا يستقل بمعرفة مصالحه بنفسه. فلذلك من أحكام السفيه أنه يحجر عليه في أمواله وفي تصرفاته. فانظر إلى ما يقع من سفهاء الأنام ورعاء اللئام. والرعاء يقال رعاء ورعاء، والرعاء هاهنا هم السفلة السفلة. وتأمل إلى دقة قوله: فلم يقل ورعاء الناس، وإنما قال رعاء اللئام. واللئام جمع لئيم، واللئيم قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى هو الرجل الدنيء المنحط السفل. قال: وغوغاء العوام، الغوغاء من يخلطون بين الأمور ويصيحون مع كل صائح. فهذه الاتهامات تجاه الأخيار والأبرار إنما تصدر من كان هذه صفته. ثم قال: ولا تصدر إلا من يظن نفسه من البشر وهو من بهيمة الأنعام.
ومن على حد قول الأعشى، أي الشاعر، هذا الذي يريد أن يستنقص من العلماء. قال: ما حاله كحال من قال فيه الأعشى كناطح صخرة يوما ليهينها، أي ليضعفها، فلم يضرها، أي لم يضر الصخرة، وإنما أوهى قرنه الوعد، وإنما ضر نفسه. وهذا الكلام إنما نقوله أيها الأحبة الكرام في حق كل من يروه الحق من منازل الأخيار هذه الأمة وصلحائها، ومن يريد أن يستنقص من أقدارهم وأن يستنزلهم من عليائهم وأن يتعرض لهم بكل شتيمة ونقيصة أو حقيقة، أو يتعرض لهم بغمز أو لمز أو همز، كما قال الشاعر: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. هذا الكلام أيها الأحبة الكرام الذي فطرنا به هذا الفطر ينطبق تماما الانطباق على رجل قيل إنه دكتور وهو عن كل خير موتور، أطل علينا بقرنه وشره ولحمه وعظمه ليتحدث من وراء حجاب، وفي قناة من القنوات ليتعرض لخيار هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر الصديق، وما أدراك ما أبو بكر الصديق، ثم ما أدراكم ما أبو بكر الصديق، أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين، أي المبشرين بالجنة، وثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أول من أسلم من الأحرار وأحب الأصحاب إلى النبي العدنان. فنقول: حسبك أيها الدكتور، أو حسبك يا ناطح الجبل، حسبك يا ناطح الجبل، فإنك صرت مثلا يا ناطح الجبل، ولا نسميه دكتورا، فإن هذا الدكتور أصبح مثلا سائر لما قالته العرب قديما في أمثالها، تقوله لكل في حق كل وضيع لئيم يريد النيل من كل كريم رفيع، فيرجع العيب عليه ويرجع الأذى عليه. فقالوا في أمثالهم السائرة: أحمق من ناطح الجبل. لأن الحماقة أيها الأحبة الكرام داء عظام، كما قالت العرب قديما: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. فما أنت أيها الدكتور بظائر أبا بكر الصديق الذي لم يسبقه سابق ولا يلحقه لاعق في الفضائل والمكرمات، أو يضر الوعي؟ من هو الوعي؟ وما هو الوعي؟ الوعي هو التيس الجبلي الذي يضرب بقرنه الطود العالي والجبل الشم الراسخ رسوخ الجبال الراسيات الذي لم تزعزعه الرياح والعواصف ولم تحرك البراكين والزلازل. فما أنت وأبو بكر الصديق إلا كما قال الأخطل قديما: وما يضر البحر أمس زاخرا إن ألقى فيه البحر برمية حجر، أو كما قال الشافعي عليه رحمة الله: وما يضر البحر الفرات يوما إن خاض فيه بعض الكلاب، إن خاض فيه بعض الكلاب. فيا ناطح الجبل، إن هذا الذي تريد أن تنال منه بمقولتك السوء تلك هو ذاك الصحابي الجليل
والرجل الفريد الجامع لكل الفضائل والخيرات، السابق لأصحابه في ميادين الطاعات. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا هؤلاء في عبد إلا دخل الجنة. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن عمر بن الخطاب قال: قلت ذات يوم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتصدقوا فوافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله، وفي رواية شطرة جاء بنصف ماله عمر، وما أدراك ما عمر، بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بها في سبيل الله. قال: فإذا بأبي بكر الصديق يأتي بكل ماله، وفي رواية يأتي بكل ما عنده. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقب ذلك: والله لن أسبقك أبدا، أو كما قال رضي الله عنه: إن هذا الذي يريد أن ينال منه هذا الدكتور الموتور هو ذاك الصحابي الجليل الذي قال فيه في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر الصديق. إنه الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لأحد عندنا يد أي نعمة إلا وقد كافأناه عليها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعجزه أن يكافئ أبا بكر الصديق، فأوكل ذلك إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فإن الله يكافئه بها يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى صحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، لئن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن سب الدين وعلل هذا النهي أنه يدعو إلى الصلاة، نهى عن سب الديك لأنه يدعو إلى الصلاة، كما جاء عند الإمام أحمد من حديث زيد بن خالد الجهني. فلو أبعدنا النظر في نهيه صلى الله عليه وآله وسلم وتعليله لهذا النهي أنه يدعو إلى الصلاة،
ورأينا أن الديك يدعو بطريقة غير مباشرة إلى الصلاة، وإنما الذي يدعو إلى الصلاة مباشرة هو المؤذن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن سب الديك، لأنه يدعو ولو من طريق بعيد إلى الصلاة. فما ظنكم إذن أيها الأحبة الكرام في حق من يستنقصه في حق أعظم رجالات التاريخ سوى الأنبياء والمرسلين؟ من بذلوا النفس والنفيس وكل غال ورخيص من أجل هذا الدين، من قطعوا الفيافي والقفار وتحملوا كل الأخطار لنصرة نبينا عليه الصلاة والسلام، فما الظن في من يستنقصه في حق هؤلاء الرجالات الذين قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه إليه. أو كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما روى الإمام أبو نعيم في الحلية: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد، أبر هذه كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق هؤلاء وحق هذا الدكتور كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، وفي رواية: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد أو نصيفا. ومعنى هذا الحديث: لو أن أحدا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنفق في سبيل الله مثل الجبال العظام ومثل بجبل أحد ما بلغ في الأجر ما ينفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنفقوا الشيء اليسير، كما في قوله: مد أحدهم أو نصيفا. وفي حديث أنس في قصة خالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف، لما قال خالد بن الوليد وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: قال: تستطيلون علينا بأيام سبقتمون بها في الإسلام؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم، ويشير إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، أنفق مثل أحد ذهبا أو جبلا ذهبا لما بلغ أعماله. تأمل هذا الحديث العظيم، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد، وما أدراك ما خالد بن الوليد؟ سيف الله المسلول. لما مات رضي الله عنه قال: ما في جسده موضع من المواضع إلا وفيه جرح من ضربة خنجر أو رمح أو سيف أو غير ذلك، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تقاول مع عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين السابقين: دعوا لي أصحابي. وفي قصة عمر مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما أغضب الفاروق عمر أبا بكر الصديق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وصعد المنبر فقال: أيها الناس، إني قد أتيتكم فقلت إني رسول الله إليكم،
فقلتم كذبت، وقال أبو بكر خطأت. هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة من الغضب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فما أعظم جرم من يتعدى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم جناية من يتجنى على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك المتقون. قال بعض المفسرين: والذي جاء بالصدق، قال الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر الصديق، الذي قال فيه بعض المفسرين في معنى تفسيره لقوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال ابن جرير الطبري: نزلت هذه الآية في حق أبي بكر الصديق أنه كان يعتق النساء والعجائز إذا أسلم، فقال له أبوه أبو قحافة: إني أراك تعتق الضعفاء من الناس، فلو أنك اعتقت عبادا أقوياء فيدفعون ويمنعون عنك أذى قريش. فقال أبو بكر الصديق: إنما أريد ما عند الله، لا أريد أحدا يدفع عني ويمنعني من أذى قريش، وإنما أبتغي الأجر من عند الله عز وجل. وقالوا في معنى قوله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، حكي الإجماع أنها نزلت في حق أبي بكر الصديق. وقالوا في تفسير قوله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قالوا نزلت في حق أبي بكر الصديق وأصحابه رضوان الله تعالى. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعملا يقربنا إلى حبك. ومن أعظم الأعمال التي تقربنا إلى محبة الله عز وجل محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذب عنهم أيها الأحبة الكرام، وتعليم أبنائنا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال بعض السلف، قال: كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.